أكثر من 50 سنة عمر هذا المركز الصحي الموجود في حي من أقدم أحياء طبرق سوق العجاج، والمركز يرجو التفاتة من وزير الصحة لتطويره وتحديثه. وكبنا هنا حملة تطعيمات مواليد 2015 الذين سيبدأون عامهم الدراسي الأول. منذ بداية شهر أكتوبر وإلى الآن تلقى أكثر من 4000 تلميذ جرعة التطعيم، وحددت مراقبة التعليم في طبرق يوم 26 من أكتوبر موعدا نهائيا للتطعيمات لغرض التسجيل للعام الدراسي الجديد، فيما أعلن المركز الصحي سوق العجاج استمراره في إعطاء التطعيمات. ونحن أصلا حددنا عيادة واحدة للتطعيم على خاطر أن في عيادات خصصناها تطعيم الكورونا وعيادات خصصناها تطعيم الإجباري بحيث أنه ما يصيرش أي تزاحم، وخصصناها هنا طبعا صارت فترة يوم زحمة لأن الناس خايفة أن التطعيم يكمل، بس لكن بعد الحمد لله أنت شفت بروحك يعني تطعيم منظم وتمام. والإعداد إن شاء الله في تطعيم إن شاء الله بنيت، بس كما تقول الصحة المدرسية نأخذ فيها بالتدريج، أولى ابتدائي برواحهم وأولى إعدادي تطعيم الحليمي برواحهم وتطعيم الثالث إعدادي. ومع بداية الدراسة سيعطى لتلاميذ الصفين الأول والثالث إعدادي بنات جرعات التطعيمات. خالد محمود، 218، المركز الصحي سوق العجاج، طبرق.